سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديده واللي هي ماذا يوجد بحقيبتي، ولا واش لازم يكون عندي في الساك تاعي قبل ما نخرج من الدار. اي وحده فيكم قبل ما تخرج تخدم ولا تروح تقرا ولا تروح تشري ولا تروح الدور ولا تروح لخالتها، ولا لازم يكون عندكم هذه الحوايج كامل في الساك تاعكم. كما راكم تشوفوا انا عندي هذا الساك، انا نحب لي ساك صغار ما نحبش الكبار كما راكم تشوفوا. هذا بصح محينو كبار يعني يهز، الله يبارك عليه. في هاد السلسلة هذه اللي تهزو بها تقدروا ديروها صغيرة يعني ترفدوها في اليد تاعكم، وتقدروا ديروه كبير يعني طويل يدلكم هكا يتهز لكم في الكتف مليح. في هاد الجيب القدامي هذا واسع ثاني يعني يهز لكم شحال من حاجة وتبقى بلاصة. من بعد فيه الجيب الأول هذاك الكبير، شوفوا واسع ثاني يعني يهز لكم مليح. وفيه تروازيام، وفيه وحده اخرى صغير لداخل يعني جاي مقسمين كما راكم تشوفوا. تقدروا تقسموا حوايجكم وين راكم حابين تحطوهم وترتبوهم. وثاني عندي جيب من اللور صغير حتى هو يعني مليح. المهم كما قلت لكم سواء قرايه خدمي ولا لازم تكون عندك حوايج بزاف يكونوا عندك في الساك، ساك كبير ولا صغير ليسونسيال يكونوا فيه حوايج ضروريه باش هكا من كما نقولوا ما نستحقوش وما نحصلوش كي نخرجوا برا ما نقولوش ما ديناش هذيك وما ديناش هذيك. هذه هي لو كان نقول لكم واش فيه واش لازم يكون عندكم. اول حاجه لازم ديما يكون عندكم النوتبوك اوبليجي البنات، كل ناس صغير كل راس صغير ليسونسيال حاجه تمركو فيها كامل الانفورماسيون، اسكو نيميرو تليفون رانديفو عندكم طبيب، حابه تروحوا للوقت الفلاني قرايه تقرايها الوقت الفلاني، حابه تشري حاجه ولا لازم تكتبي كل شيء في الكاي هذاك يعاونك بزاف انا نمشي به غير هو. وثاني لازم يكون عندكم ستيلو اوبليجي، تروحي لابوست تروحي باصه تسني فيها تروحي تقراي ولا لازم يكون عندك ستيلو، ما تبقايش تسلفي في الستيلو تاع الناس، لازم تاعك يكون عندك سبيسيال ليك. هذه هي ثاني لازم يكون عندكم معقم من يدين، جل معقم بس كوركم تشوفوا رنا في هذا المرض هذا ربي يعافينا ان شاء الله. مي ماشي شرط المرض تقدروا تستعملوا حتى بعد المرض ان شاء الله اذا راح. مليحه تاكلوا ولا تلقاو باش تنظفوا وتعقموا يديكم، لازم يكون عندكم واحد. المرايه ما تخطيكم سمساكم يعني دوها عبر مني بس كنت تبقاو تسبعوا في المرايه تاع الطوموبيلات تسكموا في خماراتكم تسلفي في المرايه باش تسقي مكياج وكل شيء. المرايه تاعك لازم تكون عندك في لوساك كيف تكون عندك كونفيونس في روحك ما تبقايش شاكه في روحك فيك هذيك وفيك هذيك. نحط ديما عندي بارفان، لازم تكون عندك بارفان تنساي تخرجي ما ديريش بارفان تخرجي مزروبه ولا تلقاها في الساك تاعك ديري منها. انا عندي هذه ريحه تهبل ريحه الصيف، وعندي واحدة اخرى تاع ستيلو هذيك اللي نعمروها من لي بارفان تاعنا، انا نعمرها من البارفان تاعي في الدار ونديها معايا، هذه ندير بها الريحه اللي نحبها ونديها معايا كي نخرج نلقاها ندير منها عادي. هي ثاني الفيرني، ماذا بيكم يكون عندكم فيرني لداخل باسكو مرات نخرج روتار ما نديرش فيرني في يديا وكي نخرج برا هذاك نحسهم يبهدلو طفارتيا نولي هكا ما قدا منهم كامل. دوك لازم يكون عندك فيرني ديري ثمثم وفرات هذه. مرطب الشفاه، لازم يكون عندكم مرطب شفاه اوبليجي، تعرفوا الشتاء كي تقشروا الشوارب تاعهم ما مديري غوج على فلا بصح يبقى يبان بلي شواربك مقشرين، دوك لازم تشري واحد وديريه عندك مرطب شفاه في الساك تاعك، لازم يكون كاين سوا صيف سوا شتاء. عندي انا نيفيا نرطب بها يدي رجليا، تعرفوا كيفاش يبدا يبرد الحال هكا كتبقى تقشر يديكم، ديروا نيفيا ولا اي كريم مرطب يكون صغير يدخل في الساك هزو معاكم. عندي لانجات، لازم تكون عندكم لانجات ولا بابي مشوار في الساك تاعكم، انا نحب اللانجات اكثر باش كنت نستخدمها اكثر من بابي مشوار، لازم تكون عندكم باش هكا ما تحرجوش تتوسخ حاجه ولا تبقى تمسحي حاجه تلقاي باش تمسحي. حاجه ثانيه مهمه بزاف هما لي بانجل، ادو معكم كامل الباكيت ديرو هكا هكا قبصه صغيره ديرو فيها لي بانجل تاعكم بزاف سك تاع الخمار كل شيء ديرو ثم وديهم معكم باش ما تحصلوش ما تبقاوش تحوسوا لي بانجل خمار كيطر لك وكل شيء، لازم يكون عندك لي بانجل
تدي معك الباكيتة كامل، نديرها لداخل. حاجة مهمة بزاف واللي هي الغجلة بتاعك. أنا ندير الغجلة في اللي نحب نديرو هذاك النهار، مثلا ندير غوج ندي غوج، ندي واحد غاز ندي الغاز تاعي، نحطو ديما معايا نتاكك يروح لي ناكل تمسح لي، ولا نلقاه واجد في الساك تاعي نستعملو فاسيلمون. عندي هذا أنا ندير فيه هذه المدة، شكون يعجبني بزاف العلاقة تاعو تهبل كما راكم تشوفوا. ثاني حاجه مهمه بزاف بزاف ننصحكم بها انكم تدو كاشي تاع الراس اسبرين، ولا ديروه عندكم. انا ندي اسبرين، ندي فيتامين داك الاحمر هذا راه فيتامين، باسكو مرات تحكي من الدوخه من فطرش الصباح نخرج ولا تحكي من الدوخه لازم يكون عندي دي فيتامين عندي في الساك. اوبليجي ليك لصاحبتك الوحده تشفتيها دايخه ولا درها راسها ولا تلقي لها اسبرين ترك ترستك ولا ليسونسييل لازم يكونوا عندكم هذو في الساك اوبليجي. انا عندي كيتمان، كيتمان تاعي درتهم في هاد السلساشي هادوكا وندخلهم من القدام نسحق كيتمان، مرات هكا كنحب نستعمل كيتمان لازم تبين نلقاه عندي في الساك. ثاني حاجة واحدة أخرى، السارجور ثاني متنساوش السارجور تاعكم، تخرجوا برا ما تلقاوش يطيح لكم تليفونكم ولا تلقاو السارجور تاعكم واجد عندكم بلا تبقاو تسلفوا ولا تمتم تبراتي السارجور. السارجي أنا السارج تاعي متنحش من الساك، كي نكمل نسترجي بيها في الدار نحطها غير في الساك هكا باش ما ننساهاش كامل. حاجه واحده اخرى ثاني مهمه، عندي ساعه، ساعتي هذه ديما نحطها في الساك باش كون ننساها، وديما نحب ساعتي في يدي نحطها في الساك باش كي نخرج كذا نساها نلقاها في الساك. البورتموني ولا البورتفاي ولا اللي تحبوه، انا عندي هذا بورتموني ندير فيه الورق وندير فيه الموني، يعني ندير فيه كل شيء، ندير فيه لي شيك تاوعي الكارت تاع تراموي لي كارت كل شيء الصرف ولا المهم نلمو فيه كامل لي سونتي بورتفاي بورتموني ما بعدهم ديروهم وخذوه معكم في الساك تاعكم باش ما تحصلوش وراقيكم كل عندكم كل شيء لازم يكون منظم. هذه هي ننصحكم بلا تكونوا منظمين، يعني كل حاجه حطوها في بلاصتها، دائما حوايجكم عفوا تكونوا رتبتوهم من ليله قبل ماشي غدوة صباح تبقي تمري فيه باسكو باش ما تنسي والو تجزيهم من الليل صباح تزيان ساعه كبر تلقاي فيه كل شيء. كما راكم تشوفوا كيفاش راني منظمه هذاك الجيب صغير نسيت باش ندير نقول لكم فيه بلي ديروا فيه حاجاكم لي بوند ولا البروتاج ولا تستحقوهم ليك لصاحبتك لوحده اخرى لازم يكونوا عندكم من الداخل. هذه هي ساك تاعي صغير باهي وتقدروا يعني هكذا كنا نحب الصغار ما نحبش الحاجه الكبيره، تقدروا ثاني تكون عندكم ساك كبير بصحتكم ديروا فيه اللي تحبوا. اذا ملي اللي قراو راهم يدوا الساكات الكبار باش يديروا فيهم الكراريس وكامل. هذه هي البنات لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله عطيتكم فكره عطيتكم بعض الافكار تقدروا تدوهم زعما معاكم ما تنساوهمش. تهلاو في رواحكم تبقاو على خير وما تنساوش تستناوني في فيديو جاي ان شاء الله. خلوا لي اعجاب كومنتار واشتركوا في القناه، ما تنساونيش ديروا اشتراك.